حرب بالكلمات وعلاقات أشبه ما تكون بالجليدية استوطنت ما بين ساركوزي وكاميرون أثناء انعقاد القمة الأوروبية ببروكسل. ساركوزي يتهرب من مصافحة كاميرون، لكن الأخير يربط على كتفه. الرسالة وصلت. الرئيس الفرنسي لم يخف امتعاضه من رئيس وزراء بريطانيا بعد رفض كاميرون توقيع المعاهدة الأوروبية التي اقترحتها باريس وبرلين. عزلة بريطانيا تحدث عنها ساركوزي أثناء لقاء له صحفي. S'agissant du désaccord avec nos amis. وقع اختلاف مع أصدقائنا البريطانيين. حتى يتم قبول إصلاح ما بين الدول 27. ديفيد كاميرون طالب ما لا يطلب. ورفض الكل ما ذهب إليه. والقاضي بتوقيعه على المعاهدة. وذلك بشرط إعفاء المملكة المتحدة من بعض الشروط المتعلقة بالجانب المالي. لكن خارج نطاق التصريحات، الرئيس الفرنسي سر لبعض مقربيه بكلام لاذع تجاه كاميرون. أسبوعية لوكانا رونشيني نشرت في عددها أنه قال كاميرون تصرف كطفل عنيد. بالنسبة للديلي تيليغراف، فرنسا أعلنتها حربا بكلمات ضد بريطانيا. هذا العنوان هو الذي أعاد ما دعا إليه فرانسوا باروان وزير المالية الفرنسي. لا نريد إعطاء دروس كما لا نريد نتلقى دروسا، فقد تلقينا بعضها. صحيح أن الوضع الاقتصادي لبريطانيا يثير القلق، لذلك فنحن فضلنا أن نكون فرنسيين قبل أن نكون بريطانيين في ظل هذه الظروف، حيث نشهد الاهتمام بالمخططات الاقتصادية. محافظ بنك فرنسا المركزي كريستيان وي انتقد وكالات التصنيف الائتماني، حيث قال إنها تهدد بتخفيض تصنيف فرنسا، وأشار إلى أن تلك الوكالات يلزم أن تخفض تصنيف بريطانيا لأن وضعها مزر للغاية. الصداقة الحميمية بين ساركوزي وكاميرون توثقت بعد تحرير ليبيا، لكن عهد المودة قد ولى بعد أن قضت أزمة منطقة اليورو على العلاقات الفضلة بين البلدين.